السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى فيديو جديد من فيديوهات قناة السيد عمر. مثل ما انتم شايفين غيرنا السيت اب حاليا، قاعد بسجل حاليا من الغرفة وباستخدام اللابتوب، فاشتركوا بالقناة عشان نطلع حق اللابتوب. المهم، في فيديو من أحد الفيديوهات السابقة اللي كنا نلعب فيه ولعب هذيك اللعبة، مناش نذكر اسمها. المهم، قلت لها الشباب إنه إذا اشتركتوا في القناة إن شاء الله يعني بعطيكم 15 يورو، طبعا يعني بعطي واحد 15 يورو. فاخترنا هذا المستخدم او هاي المستخدمة الاخت تون، فالاخت للاسف يعني مقيمة في مكان يصعب الوصول اليه، لذلك كان اقتراحها انها نحول المصاري لاحد المحتاجين. طيب، في الفيديو الجاي يعني بورجيكم اني حولت المصاري، طبعا صراحة انا حولت لملهم، يعني لفريق ملهم التطوعي. بورجيكم الاثباتات في الفيديو الجاي. هاي شغلة ثانية. شغلة ثالثة، صراحة انا يعني بدي اتوقف عن اعطاء الجوائز، لان صراحه شايفه ما لهاش طعم نهائيا، يعني اخر شيء واحد بفوز اصلا ما حلاش بيشارك بالجوائز او المسابقات اللي قاعد بعملها اساسا. فعشان هيك خلينا نلعب يعني مشان الانبساط، وسواء طلعنا حق اللابتوب مثل ما قلت لكم او شيء او ما طلعتوش، انا يعني صراحه قاعد بتسلى يعني في النهايه. وحاليا صراحه تركت هذيك اللعبه او هاي اللعبه اللي كنا نلعبها دائما، هاي اللعبه الموجوده هون، وانتقلنا الى لعبه روبلوكس. صراحه انا بفضل لعبه روبلوكس، يعني بشوفها اسهل واحلى يعني، وكل شيء فيها اضبط يعني. بس خليني اتاكد من صوره الوجه ان شاء الله ما تكون مغطيه على الشاشه كلها، لاني قاعد بسجل باستخدام كمان كاميرا اللابتوب، لاني كمان اتكاسلت اني اجيب كاميرا ثانيه وارجع اسجل فيديو وارجع اطبق الصوت على الصوره، لانه بصير صغره معدته كثير، فبدكم تتحملوني اذا غطيت بوجهي على الصوره. حاليا يفترض اني ماني مغطي على شيء، بس خلينا ننزل الشاشه هون ونروح نلعب هاي اللعبه. بدنا نلعب روبلوكس اليوم بدون قفز. طيب، هاي اللعبة صراحة لعبت المرة الماضية، يعني حاولت ألعبها على أساس تكون أول فيديو على القناة، بس بعدين يعني بعد ما شفت الفيديو لقيت ابني كان معبي الدنيا صياح، يعني كل الفيديو هو يصيح. يعني حاط الميكروفون بحضني صراحة يعني مشان يكون الصوت نوعا ما شغال. طبعا ما فيناش نستغني عن كاسة القهوة. طيب خلينا نروح نبلش هسه. أوكي، إيزي مود. طبعا احنا ما فيناش نشتغل على الهارد مود لأنه حاطين لي هارد مود غريبة يعني، فبدي أشتغل معها إيزي مود. أوكي، صراحة نوعا ما يعني بلشت أحس في نوعا ما في تحسن، ليس تحسن كبير يعني. أوكي، هون بس بدنا نتجاوز الخطوط الحمر هاي صراحة، بس يعني بدكم تسامحوني يعني صراحة نمشي شوي شوي. المشكلة إنه شو معك يمكن 3 خبطات بس، يعني بعد هيك شو بصير؟ بتموت أظني، تشلخت. طيب أنا صراحة بحاول أتجاوز أو أتجاوز الشغلات اللي متت فيها كثير، يعني مثلا هاي اللعبة اذا شفتني مقطعها بكون متت فيها اكثر من مره او مرتين ثلاث، عشان هيك احيانا بطلع الحكي غير مترابط يعني او غير متناسق، لاني بكون قاعد بحكي كلام واحيانا قاعد بتجاوز، يعني لاني بحس الفيديو راح يكون ممل اذا خليته مثلا ساعه، اني لعبت ساعه وخليته ساعه مثل ما هو، فاحسن شيء اني اتجاوز بعض الشغلات. طيب تجاوزنا نقطه واحده، هاي النقطه الثانيه ان شاء الله. يلا اوكي، طيب خلينا نوصل على العالم الثاني، تشوف بوصل على العالم الثاني ولا لا. اوكي طيب، اذا زحنا هون بمشي الحال، نمشي هون غريب يعني، حاط لي السهم وانا امشي. هات السهم، حلو. هاي الشغلات ممكن تقع بسرعه. انا يعني قلت لكم لعبت المره الماضيه ف شوف المره الماضيه تنحت ما عرفت شو بدي اسوي، فكل شوي افوت بالخط الاحمر، اجى واحد من ورا ودلني على الطريق او شفته يعني شلون قاعد بسوي. فانت اذا ما عرفتش شو بدك تسوي بدك تقعد تستنى حدا من الشباب يجي ويحل لك اللغز اللي قاعد تستنى يحله. طبعا هو مش لغز صراحه يعني، يعني ما فيش لغز اساسا. روح. هاي شوف، هاي هون في عندك خيارات كويس، الاصفر شغال يعني فبدنا نمشي على الاصفر. اسف نستنى هاي الانسه، لا الاحمر شغال، هاي معناته حظيت هاي الانسه، لانه اذا مشيت على واحد مش شغال بدك تقع. هاي مشيت على الاخضر، الاخضر مش شغال، فعندك اصفر والاحمر. هو اغلب احتمالات صراحه راح يكون الاحمر لانه الاصفر مشينا عليه كثير، فاغلب الاحتمالات بنكون احمر. مشي الحال. اوكي نفذنا. اوكي هون في متاهه، بس طبعا مش لازم اطخ بالجدران كمان. انا صراحه قلت لكم راح اتوقف على جواز، بس الجائزه راح توقف عندها عند ال 2000، فالجائزه القادمه راح تكون عند ال 2000 مشترك. اذا صار 2000 مشترك فبنرفع التحدي الى 20 يورو بس، وبتكون اخر جائزه ان شاء الله، الا اذا صار عندنا ملايين مشتركين مثل ابو فله او مستر بيس، فساعتها ممكن نسوي هيك مسابقات. اوكي يلا، مش عارف ليش عاملين متعرج هذا. شوف هم مش عارف شو قصدهم بالالوان هاي، هم قصدهم جماعه الالوان اللي احنا بنخاف منهم ولا اشي ثاني. اوكي ان شاء الله ما يكون الضجه اللي طالعه عندي طالعه عندكم، لانه صراحه الجماعه هون قاعدين يشتغلوا. هاي بدي اضيفها المفضله، اضيفها المفضله مليح. اوكي بسم الله.
حلو، اوكي، نوعا ما في تحسن يعني صراحة. هيك اللي حاسبه، بعرف ان انتو حاسين ولا لا. يعني بيس شو وقعت ولا شو؟ مش عارف شو صار صراحة. اخ خبطت، ناس خبطة ثانية. الله ستر، نفذ من خبطتين. اوكي، هاي اكره واحدة صراحة. يعني هون بقول لك انه فوت من الباب. شوف هذا الباب ضربنا، يعني الزهر لازم ما نفوتش منه. طيب هي فازت بالزهري مرتين، والاخضر معناته اخضر اخضر، كمان اخضر، لا معناته اخضر اخضر زهري. هيك تفوت، هاي اخضر، هاي اخضر، بعدين زهري. مع ذلك خبطنا الباب، يمكن زهري كمان، بعد ذلك اخضر هسه، يعني اخضر اخضر زهري زهري اخضر. هيك بتكون، هاي اخضر اخضر زهري زهري اخضر. الله ستر. طبعا صراحة ما مش متأكد انه اللعبة اللي قاعد بلعبها هذه نفس اللعبة اللي طلع لكم اياها، بس يفترض انه نفسها، لانه هذيك قاعد بتلعب يعني من حاسوب او جوال ثاني، ونفس الشيء قاعد بمشي حال. طيب هون نشوف هاي الانسة، هاي الانسة قاعد بتستناني. الحمار مشيش حاله. في عندك الازرق والزهري، على الاغلب يكون الزرق، يعني الزهري معقول؟ لا معناته الزهري. طيب نمشي على الزهري اول شيء. ايوه وين نروح هسه يا حجة؟ والله ماني عارف، جرب هيك سيدة ما مشيش الحال. طيب أول شي على اليمين أو الزهري، ثاني اشي شو؟ بدك تجربي ولا لا؟ بوش بلير، روحي روحي. هيك بدي، حتى بدي إذا بدي أدفشه بدي لازم أدفع مصاري. شو المصاري؟ شوف مكلبة هي قاعدة تستناني. طيب هذاك مشيش حاله، الأصفر مشيش حاله، معناته اللي بعده. شوف بعده بتستنى. يلا هاي أزرق. هيك حلو، زيح انسى زيح انسى، موتيني من وراك. اميديا كاس، تعال يا انسى اميديا. وقعت، اوه كويس. وين وصلت مع السما؟ وقعت وراها. طيب بسم الله، وراك وراك انسى. جلس عاد صراحة، ما حاط على السجادة، قاعد بسجل على السجادة يعني، فعشان هيك أول ماوس قاعد بحركها على السجادة. يا حبيبي ما بديش أشتري. كويس، وصلنا على المكان اللي تشيك بوينت مثل ما بقول. أوكي هاي المتاهة صراحة، المرة الماضية غلقت فيها، ما غلطت صراحة، بس إنه يعني بدون الكرات يعني مستحيل توصلها. هاي الكرات ترى حاطين، طيب تروح مع تمشي مع الازرق. وينك توصل ساعته؟ ما بعرف صراحة، اذا خبطت بالجدار بموت ولا شو، لانه جدار الحمار دائما بخوف. ايش هيك؟ وش المتاهة هاي؟ ول 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 ول. ايوه بلش ابني يصيح صراحة، فالمرة الماضية يعني وقفت الفيديو وما رضيش ارفعه، لانه ابني كان صياحه كثير عالي، عشان هيك ما سجلتوش. اوكي رجعتكم مرة ثانية. صراحة اللي او بي اس المفروض يكون فيه باوزة، او مثل ما بيقولوا باوز، يعني ايقاف التسجيل، بس حاليا صراحة مش طالع لي هذا الخيار، فما بعرف شو المشكلة. بغض النظر يعني صراحة احيانا قاعد بقطع الفيديو، فعشان هيك قاعد بقول لكم هذا الكلام، لانه احيانا يكون في عندك باوزة، او اذا حدا بده يفوت على الغرفة يعني مثلا، فيك تعمل له ايقاف مؤقت يعني للتسجيل، فساعتها بترتاح. هسا يعني شو، يعني وقفت الفيديو كامل، هسا عاد بدي ارفع الفيديو، فبدي اضطر اما اسوي على اليوتيوب، او اني شو بدك تحطه برنامج مونتاج. طبعا برامج مونتاج احيانا في معظمها بكون مطار الى كاب كات، يعني هذا احسن شيء صراحه، شفته لحد الان فيه مميزات ممتازه يعني، وانك بغنى انك تشتري عن اي برنامج مونتاج. مونتاج زمان على ايامنا ما كانش في برنامج مونتاج ببلاش، يعني كان لازم تشتري، فانا اشتريت في المورا. من زمان اشتري في المورا صراحه، بعدل عليه سهل نوعا ما، بس يعني في بعض المميزات يعني بتحس الكاب كات احيانا بتفوق عليه، مثل الكلام اللي بيطلع هون تحت الشاشه، السبتايتل يعني مثلا، او العناوين، وفي بعض المؤثرات هيك جباره صراحه يعني. اكثر شيء مؤثرات الكلام يعني بحسها ممتازه بكاب كات. بغض النظر صح، خلينا بعيدين عن هذا الكلام. وقعنا. كويس يعني ما تقع شو، يعني فكرت بقع المره الماضيه كنت اشتغلها. خلاص شو المشكله،
بس مثل ما بطلع شايفته فوق. مش حال نفذ. طيب اذا كان في ازعاج صراحه سامحوني على الازعاج، لاني قلت لكم ثاني مره قاعد بسجل هاي الفيديو تبع هاي اللعبه، وبدي ارفع يعني بجميع الحالات، وصار لي زمان اصلا ما رفعت فيديوهات على اليوتيوب. هذا الحيوان هذا مرمى عجن عجن صراحه، ما فيكيش تلحقه تغلبه اذا تتخبى، وما فيك تطلع عليه، اذا طلعت عليه بعجنك. عجني. طيب انا الحيوان صراحه يعني كان فيني افوت لهون واستناه يروح، بس انا قلت بسبقه بس ما سبقتوش. طيب هسه روح 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 بسرعه 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 تخبى. بدي اتخبى، بدي انهزم هسه بلحق. طيب على الاوريو هسه. هيك 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 نفلنا. اوكي المرة الماضية نفس الشيء، وقعنا هون انقلع. شوف المرة الماضية انا هون حاطين ازرق، هذا الزراق انا صراحة ما فهمت هذا الزراق، انا فكرت انه طلع هذا الزراق هون فراغ يعني اساسا، بدك تنهزم او بدك تمشي على الرمادي بس حصرا. طبعا تمشي على الرمادي وتبعد عن الاحمر هون. خبطني يعني ابليس. هاي اول خبطة، هاي الخبطة الثانية. الله ستر نفذ، مش مشكلة هسه عملنا تشيك بوينت يعني هسه بعيدونا من هون احسن ما يعيدونا من اول. الله ستر. اوكي يلا طير 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 يا حجي، طير 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 يلا. ما اعرف ليش صار اسجل صراحة، لأنه صار الفيديو صار قسمين يعني، ف حكون في عندي صعوبة في ما اعرف قديش بسجل، بس على التسجيل الأول بفترض انه ربع ساعة أقل شيء، هذا التسجيل الثاني خليه ربع ساعة يعني بحيث يطلع الفيديو كلياته بعضه نص ساعة مش أكثر من هيك. يلا يلا حجي، ليش بطيء هالقد يعني؟ أخلص العالم الواحد وبس وأوقف، لأن المرة الماضية خلصت عالم واحد يعني كان فيني أخلص عالم أكثر من عالم. بس المشكلة إذا بدك تخلص عالمين بدك تظلك وقت طويل تلعب صراحة، يعني بدك أكثر من ساعة. إحنا بدناش الفيديو تبعنا يكون أكثر من ساعة، لأنه نوعا ما راح يكون ممل، فنص ساعة بركة وزيادة. ول هاي وين بدي أوصل هاي؟ شو ال آخ الله ستر، رحت ده أوف وصلنا. الله ستر في تشيك بوينت هون. نفس الشيء أصعب دقيقة على كمان نفس الشيء، شو المسخرة هاي؟ طيب تعال يا أنس يلا. طيب حلو الأزرق ما بقعش، الأزرق الأحمر ما بقعش كمان الأحمر. هاي كأنها جاية وماشية. طيب أزرق أحمر معناته أخضر، أنس أزرق أحمر أخضر معناته أزرق، يعني أحيانا بيمشوا على سيستم معين هما، يعني ازرق اخضر احمر بعدين ازرق هيك يعني. طيب شو نسوي؟ المفروض تطلع جوا ولا شو؟ مش فاهم صراحة. فاتت وقعت. اوكي طيب هاي مكعبات جديدة. نعني بيس وقعت. طيب يلا قربنا نخلص العالم صراحة، ما اتوقعش انه في مسافة طويلة بعد، بس مشكلة انه مش حاطين قديش فيك حتى تخلص العالم، يعني لازم يكتبوا لك نسبة مئوية ولا اشي هيك ولا وقت يعني حتى تعرف انه قديش بدك تلعب. يعني هيك ماشي انت على الغميضي تعرف قديش بدك تلعب ولا اشي. يلا طبعا هاي الاسلحة كلها بدها مصاري، ما كيش مصاري فيها هنا. اوكي ما بعرف اذا وقعت على المي بقع هون بموت ولا شو بصير، بس ما بدناش نقع. الله ستر. نعم بيس وقعنا. طيب هاي المي مفوشة تحت كثير يعني، شلون مصمدة لك المي هاي؟ طيب هاي الأنسة اللي قبل شوي كانت ماشية ورانا سبقتنا، يمكن هي كانت ماشية قبلية بس ما لك سبقتني. الله ستر كمان، هاي عشان محفظ بدنا نطلع اليوم يا زلمة. يلا زحلق حلو. طيب هذا درج، هاي درج، سلم سلم سلم. نعم بيس الله ستر، كويس انه كان معي ضربات، لو معي ضربات كنت متت من زمان. اوكي
طيب هاي هيك على الحافة. طيب تمام الحكي. ليش متت؟ شو صار؟ لازم امشي اخضر من ذكائي. رحت شو زتيت حالي بالاسيد بدني، ما اعرف شو دين والله. شو سويت يا حاجي؟ ضربني هذا الكلب. شنو هو؟ كانه فيك تضرب حدا بس بيكون معك روبلوكس. انا يعني وعيش روبلوكس، منين روبلوكس؟ روح انقلع لك. شو الاذية جاي يضربنا؟ طيب هاي مربع نفس اللي قبل شوي، انه فيك تمشي بدونها اساسا. اوه حل مثلث وبينه. طيب في عندك يمين ويسار. انا الرباط علقت هون صراحة، جيت اكمل ما عرفش اعرف شو بدي اسوي. عنده ايه؟ اقرا لك يعني بيذبحني الكلب هذا، مش عارف هذا وحش ولا جنينه، يعني هو من اللعبة اساسا ولا شو؟ شوف شوف شلحني بالكلب، موتني. هو من اللعبة ولا هو لاعب قاعد بيأذي الناس ولا شو؟ مش عارف صراحة. يلا ايه روح بعد لك. شو هذا نشيط المأذى؟ برو 1358. شو بدي اضربه؟ شو بدي اضربه؟ في شيء اضربه؟ مش لو عيش شيء اضربه فيه. هذا من اللعبة شنو؟ لانه قاعد بطير بصير قدامي. نفذت. نعم ابيس فكرت حالي نفذت. طيب معيش سلاح انا ولا شيء؟ اوهو عسى مان. شوف شلخني ابليس. نعم ابليس. ما معيش مسدس يا اولاد الحلال، ما معيش روبلوكس، ما معيش مشتري، ما معيش مشتري. اطلع براسك من شجره، مش مشتري. اوهو عسى مان. نعم ابليس. آخر محاولة، آخر محاولة. طيب هاي المحاولات عدتها كثير، فما بعرف صراحة بجوز أقطع منها، يعني بجوز هيك إذا شفتوا إشي مقطع فبكون لأني مليت من اللعبة. أوكي صار شحن اللابتوب بده يخلص، لازم أشحنه. ما بعرف إذا اختلف الصوت صراحة لأن الميكروفون تحرك نوعا ما. يلا واحد عم دخلص عالم واحد خلاص، ما بديش أكثر من هيك يا جماعة. صار تحدي بيني وبين هذا الكلب اللي قاعد يقتلني كل شوي. نفذنا. مش عارف والله وين الكلب راح، هو هم تساهلوا لي واخفوه ولا هو مات ولا شو صار فيه، مش عارف صراحة. اخ يا ربي بسم الله. يلا قربنا خلص العالم واحد. يلا روح 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 روح. اوهو كمان هسعى السلم هذا العوج. نطلع الكرات. اوكي صراحة خدري رجوع شوي، فاضطريت اني هركن لانه حسيت انه يتكسرن على الاخر من زمان على القعدة هاي. اوكي ما بعرف وين صرت صراحة، قديش قطعت من اللعبة وهل راح اخلصها ولا لا، بس يفترض اني ما اطولش اكثر من هيك، يعني 5 دقائق ان شاء الله كحد اقصى، سواء خلصت اللعبة ولا ما خلصتهاش. ما بعرف يعني صراحة قلت لكم يعني المودات او اللعبات تبع روبلوكس يعني قديش بتاخذ المدة حتى تخلص اللعبة كلها. يلا يا حبيبي ما بديش اشتري، حل عني. اوكي المرمى ما وصلت لهون صراحة، ما وصلش اكثر من هيك. طيب شو هاي؟ في شيء قاعد بعد 54 ثانية، ما بعرف شو هي صراحة. المرمى ما لبست هاي الشغلات و تيلي بورت هاي. هاي اي كبست اي. طيب صراحة ما بعرف يعني مشكلة شو بدي اسوي، كان في شيء يسرع هون المرة الماضية سرعت عليه. هون 37، شو واحد 37؟ هذا شريك. طيب شو بدنا نسوي؟ في اشي كان كنت امشي عليه ويسرع، يسرع كثير. كويس هاي شغلات ببلاش. يلا استرخي لك شوي، خلاص بكفي. انزل انزل يا حجي. شو بدنا ننزل عاد؟ والله ما بعرف شو بنزل. اوكي بتنط، يعني هاي الاشياء الوحيدة اللي فيك تنط فيها. طيب هاي ريمور.
اوكي شو هاي، رجعنا من اول. ليش؟ اوه بعدين يعني كل، ولا هذا كلب هذا لا حبيبي يموتني، مش عارف شو ما اسمه. طيب صرت هيك العومي شو. طيب هذا بحياة الله دعوك، بس ايه شو بدي اسوي يعني، مش فاهم صراحة. هاي ايه ايه اه طلع معي سلاح، مش عارف سلاح شو. احل عني كله بدو روبلوكس روبوكس، مش فاهم صراحة شو قصدهم بالتليبورت يعني، يعني منفذ جزئي، بس شو بدي اسوي يعني. قديش بعد بده دقيقة و29 ثانية. طيب خليني استنى شوي، طيب شو بده يصير فيه. اوكي ضل 30 ثانية، رجعت لكم. هات بس خليني اروح عند مسرع، نسيت مسرعات اساسا. هذا مسرع، هاي 50. يلا روح طير طير طير. ضل 18 ثانية. هاي ايه افتح يلا. 2 1 احسن شي يموت هسه. طيب ها انترينج ويل تيك يو تو وورتو. يس تيك مي. اوكي وصلنا وورتو. طيب طولت الفيديو، ما ادري طول الفيديو اكثر من هيك. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناه. قلت لكم ان شاء الله السحب الجاي يعني بيكون على ال 2000 مشترك، وصراحه راح تكون الجائزه منخفضه نوعا ما، جائزه عباره عن 20 يورو، يعني صحيح وصلنا 2000 مشترك، بس مع ذلك ما فيناش نسحب اكثر من هيك. قلت لكم يعني اصلا السحب يعني حسيته بلا طعم، لانه معظم اللي بيشاركوا اصلا ما فيش ارسل لهم مصاري يعني، وما فيش فائده يعني من هاي العمليه، فسامحونا. خلينا نقول الفيديو هون والقاكم فيديو اخر، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناه. شكرا متابعه، السلام عليكم. وصلنا على 2000 مشترك، خلينا نطلع حق اللابتوب.